الرد الإيراني هاجس مقلق في المعسكرات الإسرائيلية والأمريكية وسط ضبابية عن طبيعته وساعته وساحته. خلال ظهور يتعلق بالبدء بعملية تستهدف وسط غزة، بدأ رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشدودا إلى المخاوف من المحاور خارج الأراضي الفلسطينية المحتلة. نحن في خضم الحرب في غزة، لا نزال مستمرون بكامل قوة هذه الحرب، وفي نفس الوقت نواصل جهودنا لإعادة رهائننا، ولكننا نستعد أيضا لسيناريوهات وتحديات في ساحات أخرى. ونحن اعتمدنا استراتيجية من يؤذينا نؤذيه. أنا وشعب إسرائيل نثق بكم ونتمنى أن نحقق نجاحا كبيرا. ضمن أجواء القلق، سلاح الجو في جيش العدو الإسرائيلي يقوم بمناورة هجومية مشتركة مع قبرص في إطار ما أسمته التدريب على هجمات بعيدة المدى. أكثر من ذلك، قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور الكيان للتنسيق حول هجوم محتمل على إسرائيل. الجمهورية الإسلامية عززت رسائل التأكيد على الانتقام والعقاب. المناورة العسكرية الإيرانية الأخيرة تحمل دلالات عسكرية في التوقيت الحاد. اليقين الأمريكي الإسرائيلي بحتمية الضربة لا يسعفهم بتحديد آليات لتحاشي الخسائر التي ستقع ومن ستختار طهران. سيحدد هذا أيضا إن كان ثمة رد على الرد ومن سينفذه واشنطن أم تل أبيب. وعلى الرغم من تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية بأنها ستقف مع كيان العدو الإسرائيلي دفاعيا، كررت ذلك عبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، لكنها ترغب أن تكون الضربة في الساحة التي تعفيها من الرد. وفي الحالتين، إخفاق كيان العدو الإسرائيلي في غزة وإخفاق الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الغربي في البحر الأحمر والعربي والمحيط الهندي يشكلان أزمة استراتيجية للمحور الأمريكي. لقد توسعت الحرب وضاقت الخيارات الأمريكية الإسرائيلية والأمريكية الأوروبية. ضبط النفس، المصطلح المعروف بحمولته العسكرية والسياسية وحتى النفسية، صعد هذه المرة من الكرملين بعد إدانة صريحة للاستهداف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية. قتل التصريح والذي قد يكون مقصودا التخرصات والتكهنات الأمريكية التي ادعت معرفة بطبيعة الرد حين قالت أنها ستحال إلى حلفاء الجمهورية الإسلامية. موسكو صفرت التوقعات، وقربها من طهران له وقع مختلف في الدوائر الأمريكية والغربية. والموعد المجهول يفرض على العدو الإسرائيلي أن يطالب بتعجيل العذاب.